خليني أخذك كمان مها وسادة المشاهدين على قرار مجلس الوزراء اللي وافقوا على نظام جديد لمكافحة التسول. الجدير بالذكر أن هذا النظام شمل باعة الورود والمناديل والكمامات عند الإشارات المرورية، ويوكل النظام وزارة الداخلية للقبض على المتسولين طبقا للنظام الجديد. للأمانة أنا جدا سعيدة بهذا القرار، إن هم وافقوا أخيرا على النظام ذا، لأنه فعليا إحنا ما نعرف هم مين، ما نعرف مين الأشخاص دي. عطفنا إحنا فعلا شعب عطوف وشعب يحب إنه هو يقدم ويفزع للناس، إيش من كانت الطريقة اللي هو بيتقدم فيها عشان يطلب مساعدة، سواء كان بيبيع مناديل أو بيبيع كمامة أو واقف عند الإشارة بتسول. لا كويس إنه هذا الموضوع حينحد منه. تبغى تقدم صدقة، تبغى تقدم خير، قدمه في منصة إحسان، صار في مكان موجود أنت واثق فيه، والحمد لله موضوع من الدولة، يعني ما في أي كلام، لأنه هذول الجماعات في الأخير ترى ممكن يكونوا مافيا مرة كبيرة، إحنا ما نعرف مين هم ومين المسؤول عنهم، ممكن يكونوا جماعة تمويل إرهابي، وهذا الشيء اللي أكيد مرفوض جملة وتفصيلا. صحيح، لكن خلينا نضيف كمان على كلامك عبير للتوضيح فقط مشاهدينا، طبعا المتسول هو أي شخص يستجدي المال من غير مقابل أو بمقابل غير مقصود، خلينا نقول، وبطرق مباشرة أو غير مباشرة زي ما قالت عبير في الخبر، وفي الأماكن العامة وفي الأماكن الخاصة، واللي أنا سمعته كمان في هذا الخبر يضم كمان المتسولين عبر السوشيال ميديا، يعني هذول يجونكم على تويتر ارسلوا لنا كهرباء مقطوعة، أنا عندي أطفال، أكيد أكيد أنه إحنا نحب الخير زي ما ذكرت زميلتي عبير، أكيد أنه الشعب فيه خير، أكيد أن الكل راح يساعد، لكن في المكان الصحيح والوقت الصحيح. أنا ما أعتقد حتى اللي تبيع ورد ولا اللي يبيع مناديل ولا اللي يبيع كمامات هذولي أصلا وجودهم في البلد قانوني. لو وجودهم قانوني كان راح يكون عندهم وظيفة، راح يكون عندهم إقامة، راح يكون عندهم وضعهم وأوراقهم. فهذولي الناس للأمانة حتى لو من أهل البلد، يعني حتى لو من أهل البلد ما تدري، ما تتذكري ما قبل كده تم القبض على مجموعة 6 شباب كانوا متخفيين تحت عباية على الرأس، لابسين عبي على الرأس وقاعدين متنكرين على أنهم سيدات، والشعب قاعد يساعد، لكن شوفوا في الأخير هم مين. في الأخير إحنا لازم نتحرى المصدر الأساسي فعلا. فبما أنه إحنا ما نعرف، ونعرف أنه نبغى نقدم زكاة أو نبغى نقدم صدقة، نقدمها في المنصة الصحيحة. ما تصدق كل يوم عادي، بالضبط، ياخد تصدق كل يوم عام النظافة تصدق. أنت شايفه باليونيفورم، أنت عارف حتى يعني يمكن ما أدري أنا عمال النظافة الأمانة، صح اللي مرة أرحمهم، بس ستيل يعني الناس اللي احنا ما نعرف او مجهولين، يعني تقدر انه انت بالابل باي، يا اختي كل الناس عندهم ابل باي، كل الناس عندهم حسابات في البنك، فتقدر انه انت تتبرع بالطريقه الصحيحه. لكن كمان اضافه سريعه قبل ما نقفل هذا الموضوع، يعني في النهايه ما يصح الا الصحيح، وفي النهايه شيء يجر شيء، يعني هذولي انا كذا موقف صار لي، اشوف بنت صغيره يا جماعه صغيره في وقت متاخر في الليل عند ماكدونالدز او عند اي محل قاعده لحالها، والبنت تفتح النفس صغيره، يعني جالسة وأقول لها أنت وين أهلك وين، تقول لي لا أنا بيضربوني لو ما بعت المناشف أو ما بعت يس يعنفونهم. فأنتم قاعدين تشجعون على تعنيف الأطفال، التحرش، على بالك أنه ما حد يتحرش فيهم؟ يتحرش أكيد ناس يتحرشون فيهم طبعاً. فالموضوع يعني أكبر من أنه مجرد أنها فلوس تروح في غير أماكنها الصحيحة، فيها تحرش، فيها اغتصاب، فيها اختطاف، فيها تعنيف، فيها أشياء كثير. الحمد لله أنه جاء هذا النظام عشان يحد تماما من هذا الموضوع. صحيح. طيب خلينا نسأل سؤال للمشاهدين، وهذا السؤال كمان أبي أسأله عبير، اللي هو السؤال كم ساعة في اليوم تجلسون؟ لأن في أو جاوبي، خلنا أقول لك ليش. قولي لي إيش هو؟ لا جاوبي على السؤال، كم ساعة في اليوم أنت جالسة؟ ما يعني شوفي، جالسة مستحيل أقوم فيه هنا ساعتين تماما، هذه أكيد ما يعني شيء طبيعي. أوكي. الصباح ممكن في ربع ساعة نص ساعة لازم أكون جالسة كذا بدون ما أحد يكلمني، عرفت هذه النص ساعة حقت أول ما تصحي من النوم. أوكي. في المساء برد ما أرجع من جالسة لين تنامين. لا شوفي، أجلس فعليا أجلس من الساعة واحدة تكون خلاص مثلا البزورة نامت وكل شيء، من الساعة واحدة لين ما يأذن الفجر خلاص، وأنتي أنا قاعدة قدام تلفزيون بقوم أصلي وأنام، أوقات أنام ترى على نفسي بعد. طيب خلنا أقول لك ليش سألتك السؤال يا عبير.